هدي الحبيب. عن أم بجيد رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.